أعطني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا. إذا تأملنا وتعمقنا مشاهدينا ولو قليلا في هذه المقولة سنعي جيدا أهمية المسرح الذي يعتبر من أبرز الأدوات الإبداعية تأثيرا في الآخر. ألم ينل المسرح العلامة الكاملة عندما جمع كل الفنون وأخذ اسم أبو الفنون؟ وللحديث بقية، أهلا بكم. كويتي قلبي بجمرة كي يا دنيا، كويتي قلبي بجمرة كي يا دنيا يا دنيا يا دنيا. يحكى وبغيت غير نفهم، يحكى والله أعلم أن رجلا أوصى ولديه، ولداه ولديه بحال بحال، أوصى ولديه أن يتبرعا عليه ب10,000 درهم لواحد عندما يموت، وأن يدفنوها معه في القبر. المهم مات الرجل ودخل في دائرة العدم، فأخرج الابن الأكبر 10,000 درهم، ثم التفت نحو أخيه الأصغر، إيه أنسيت وصية أبانا؟ هيا ماذا تنتظر؟ وجن جن وش من جن؟ تصوروا، الابن الأصغر أخذ من أخيه 10,000 درهم، أخذها نقدا ووضعها في جيب البنطلون، ثم دس يده في جيب معطفه وأخرج شيكا بمبلغ 2 مليون ووضعه بين ثنايا الكفن. لديه عشق لا متناهي للمسرح، ممثل كاتب ومخرج، اختار منذ البدايات المونودراما ليشفي غليل قريحته الإبداعية ويخاطب جمهوره بلغة المسرح الحقيقية، وهو الذي انطلق من رواية مجدولين للأديب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي، ولا زال يسلك ذات المسار وبذات الشغف من دون كلل أو ملل، فقط لأنه يعيش ويشتغل للمسرح. لن أطيل أكثر مشاهدينا، أرحب بالفنان المبدع عبد الحق الزروالي. سي عبد الحق، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على مملكة الإبداع. تحياتي أستاذ حسام على هذه الاستضافة، دائما كنفتخر بهذا الاسلوب ديال التعامل مع البرامج اللي كتقدم في القناة. ونحن نسعد بحضورك معنا اليوم، بحضور احد رواد المسرح في المغرب وفي العالم العربي سي عبد الحق. ايوا نتمنى نكون قد هذه المسؤوليه. انت قدها واكثر، ربي يحفظك. تستحق الكثير من الاطراء كذلك سي عبد الحق. شكرا. كما ارحب ايضا بمستشار البرنامج الدكتور احمد دافري. دكتور اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا استاذ حسام، شكرا لك. أهلا بكما. سنبدأ الحوار على بساط أحمدي بعيدا عن لغة الخشب. بداية سي عبد الحق، تقول دائما يعني أعطوا المسرح لمن يستحقه ليس لمن يريده، يعني ما الفرق بين هذا وذاك؟ يعني ما الفرق ما بين من يستحقه ومن يريده؟ نجاوبك باختصار أستاذ حسام. نعم. أنا ملي كيقول لي شي واحد أنا كنبغي المسرح، نعم، كنقول له واش عمرك سولتي المسرح واش حتى هو كيبغيك؟ لان ما كافيش انك انت تكون باغي المسرح، خصك المسرح يكون باغيك. بمعنى كيفاش حتى يبغيك المسرح؟ المسرح هو واحد الروح تتنقل عبر الازمنه والامكنه وتبحث عن اشارات وعن اشخاص لهم تركيبه خاصه استثنائيه. فشكسبير ما كانش بوحده في المملكه بريطانيا. علاش غيكون شكسبير؟ علاش غيكون مولير؟ علاش غيكون بيكاسو بوحدو؟ بيتهوفن بوحدو؟ واش بوحدو موسيقي؟ إذن الفنون والمسرح بصفة خاصة، نعم، هو دائما يجول في هذا الكواكب وفي هذا الكون لكي يختار من حين لآخر. وأنا دائما كنقول لهم يا ربي جعلني نكون جدير بالانتماء للمسرح، أحقية للانتماء للمسرح، لأن أنت إلى يومنا هذا لازلت تردد وستبقى. نعم، لأن الانتماء للمسرح هو انتماء للكونية. نعم. كل العلوم، كل الأجناس، كل الصناعات، كل يعني شنو
في المسرح كل شيء تراه أمامك يختزل الكون. أنت تعيش للمسرح سياق الحق. فعلا نعم. يعني أنا لا أتخيل أن عبد الحق الزروالي بدون مسرح. نعم. منين جات هذه المسألة؟ كيفاش تركبت؟ كيفاش تأسست؟ فين باغية تدينا؟ الله أعلم. المهم أنا قلت لك دائما السؤال ديالي يا ربي اجعلني نكون جدير بأحقية الانتماء للمسرح فقط. إذا وصلت غير لهذه الأمنية حققت نعم. منها غير واحد نسبة صغيرة راه معجزة. جميل دكتور دافري. يعني سي عبد الحق بعد كل هذا المسار، بعد كل هذه التجارب وهذه الأعمال الرائعة التي ترسخت في العقول والذاكرة، يعني لا زال يقول يا ربي تجعلني أنه دائما أنتمي لهذا المسرح وأنه يكون عنده هذا الرابط مع المسرح. علما أنني كنت من المحظوظين نعم. عندما كنت ما زال يعني مراهقا يافعا وهو كان ما زال شابا نعم. عندما شاهدت له أول مسرحية في الرباط أعتقد جنائزية الأعراس. كان ما كنت ما زلت شابا وحتى الآن ما زلت شابا. ما زال شاب. ما زال شاب دكتور. إذن فسؤالي هو من تلك المرحلة التي شاهدت فيها مسرحياتك أعتقد برج النور أو جنائزية الأعراس لا أتذكر بالضبط أعتقد جنائزية الأعراس حسب السنة اللي قلتي جنائزية الأعراس أرى أن الأمور لم تتغير كثيرا على مستوى التجربة المسرحية بقيت كما هي بالنسبة لي. أنا بالنسبة لك لا لا هو الأعمال ديالي كلها تقريبا دابا شي 36 هذه اللي فردية وشبه جماعية بحال البصمة ماشي قضية كل موضوع كل عمل عنده موضوع خاص به. واش فهمتي على حياة نيرودا سرحان على حياة بشارة سرحان يعني رماد أمجاد على الريح يعني نهاية الحياة ديال أبي عبد الله الصغير جاءت بعد كدت أراه بعد كدت أراه على المواقف والمخاطبات ديال النفاري. إذن أنا ماشي الأعمال غير هو كتبقى دائما واحد اللمسة أو واحد البصمة يعني ملي كتقرا شكسبير بلا ما تشوف شكون الكاتب كتقول هذا أسلوب شكسبير هذا أسلوب لوحة تشوفها بلا توقيع مولاها كتقول هذا أسلوب ديال بيكاسو. فإذا الأعمال كلها هذه فلسفته الإبداعية يعني هذه الفلسفة هذه البصمة ديالي هي حلقات من مسلسل طويل. نعم طيب. يعني تدخلوا في إطار مشروع مشروع مازال لم ينتهي بعد المشروع طبعا. طيب سي عبد الحق يعني اليوم نتساءل يعني هل هناك معايير ومؤهلات خاصة متميزة يجب أن تتوفر يعني لدى من يود دخول عالم الإبداع عالم المسرح على وجه الخصوص؟ يعني نجد اليوم يقولون بأن ربما الموهبة تكفي. هل الموهبة تكفي لاعتلاء خشبة المسرح؟ أي واحد ما تركبوش هذه الحماقه ديال يقول انا باغي ندير مسرح انا باغي ندير تمثيل انا باغي لا 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 ولدي دير بلاصتك في المجتمع وكون نفسك وقرا وسير الى كان شي معهد وتخرج بشروط اما غير جي الرغبه والهوايه واش تقول انا باغي لا ما كافياش هذه مغامره لا تحمد هذا ظلم للمسرح يعني هذا لان 90% كيمشيو ضحيه ديال هذه الرغبه اللي شرسي لها استاذ. طيب يعني المؤهل للعمل في المسرح يعني كيفاش ممكن نقولوا انه هذاك السيد هذاك الانسان هو مؤهل للعمل في المسرح يعني واش لازم يكون عنده؟ ايوا شنو كنقصدوا بالمسرح؟ مؤهل واش مؤلف هذه عندها الشروط ديالها مخرج هذه عندها الشروط ديالها ممثل كلهم في اختصاصه كلهم في اختصاصه اللي غالب هو ان كل شيء باغي يولي ممثل اما قضيه واش كل شيء باغي يكون كاتب هذه ممنوعه جدا غير ممكنه بحيث تطاولوا على الاخراج وعلى التشخيص وعلى السينوغرافيا وعلى مكونات العرض كلها تلاحوا لها وقدروا يزطوا راسهم ولكن التاليف لا مجال فيه للتسيب. انا سؤالي لك استاذ الفنان السي عبد الحق هو انت تجمع بين التاليف التمثيل الاخراج الانتاج وربما انك تتعامل حتى مع الادارات من اجل ان تقوم ببحث عن اماكن للعروض يعني واش انت ما قابلش تتعامل مع الناس ما تقدرش انك تشتغل في اطار فرقه مع مجموعه ديال الناس. علاش اخويا سيدي احمد استاذي راه درت 15 عمل جماعي مع الطلبة المعهد في رحلة العطش نعم نعم في عتقور روح اللي مشينا بها للقدس نعم نعم والخليل
الناصرة فيها تسعود، فيها عبد الصمد دينيا، فيها سيدي عبد الوهاب الدكاري في الموسيقى التصويرية، فيها بالهيسي، فيها فنيش، ولكن بالنسبة للجيل الحالي الآن ومن بعد مع عبد الصمد مفتاح الخير وهدى ريحان كلهم بمعنى أنا ما غرقش على راسي. نعم مع مسرحية شكسبير مع السي رشيد أمحجور مثلا، ها مرة أخرى هو المخرج وممثلات وممثلين من المعهد ومن خارج المعهد. نعم فإذا غير دابا اللي طغى هو المونودراما، خلاو دوك 15 الأعمال ولا أكثر بعد من رحله الهوات في السبعينات كذلك في التلفزيون اعمال تلفزيونيه يعني مسلسلات. فاذا انا ما غرقش على راسي، ولكن مشاهد المد ديال المونودراما نسى الناس في ذاك الجوانب الاخرى كلها. نعم طيب نعم. لنتذكر بعض الاعمال المسرحيه الابداعيه ديال سي عبد الحق، والان مشاهدينا نتوقف عند هذا المقتطف من مسرحيه الطيكوك للفنان عبد الحق الزرواني. صدقت يا درويش صدقت، إن لم يكن على هذه الأرض ما يستحق الحياة فعلى هذه الأرض ما يستوجب الموت. الموت أشعر الليل وكأني بين المطرقة والإسمنت. أيكون خطأي أنني جئت زمن الفتنة والأهوال. بعد أن تناولنا باختصار مشاهدين معايير المهنة، هذا يقودنا للحديث عن أساسيات العمل المسرحي. سنتوقف عند كتابة النص المسرحي، كيف تتم كتابة المسرحية، كيف يمكن أن نصل إلى نص مسرحي اليوم بسوية مهنية عالية. سي عبد الحق، السنوات الأخيرة ظهرت واحد الموجة وواحد سيار ديال ما يسمى بمسرح الصورة. كان الهدف هو أنهم يهمشوا أو يقلصوا الدور ديال النص المسرحية على حساب الصورة، فظهروا السينوغرافية والإخراج والوسائط الإضاءة والدخان، فولا النص كيتقزم القيمة ديالو في العرض المسرحي. كان أحيانا كيوصل 65% القيمة، تولات شي 15% ولا 10% في بعض الأعمال. نعم. إذن هنا علاش؟ لأن المعاهد كلها اللي كاينه المسرح في الوطن العربي اللي كنهضروا عليه عندهم شعاب ديال السينوغرافيا، ديال الاخراج، ديال التشخيص، ديال المؤثرات وكذا، ولكن ما عندهمش ورشات ديال كيف تكون كاتبا مسرحيا. ورشات تكوينيه. لا يا خويا، اللي بغى يكتب المسرح خصو يكون قرا المسرح العالمي كله. ما يمكنش تكون شاعر وانت ما قاريش الشعر، ما يمكنش تكون موسيقي وانت ما عارفش الموسيقى وسامع مشبع بالموسيقى العالميه. فلذلك هاد الموجه ديال 30 سنه الاخيره كلها كانت معاداة ونقران للنص المسرحي. علاش؟ لأن كتابة نص مسرحي أستاذي نعم مكلفة جدا. مكلفة من أنه ناحية المعاناة اللي نعم. فيها لأن شنو؟ أنت عندك سبعة شخوص في واحد النص مسرحي، الفكرة نعم. الشخوص، الأحداث، التقاطعات ديالها، الصراع فين كيتلاقاو، البناء النفسي لكل شخصية، اللغة اللي غتهضر بها كل شخصية ما تكونش هي نفس اللغة ديال الشخوص الأخرى. إذا شكون عطاك هذه الأهلية وهذه الكفاءة وهذه القدرة أنك تكون ملم بجميع المكونات ديال الشخصيات وكل شيء، وما تمارش على الشخص اللي عندك في الحدث العام ديال المسرحية سلطة الكاتب. ولهذا دابا عندنا مع الأسف مجموعة طويلة كبيرة ديال الكتاب كتب نصوص نعم. أدبية. نعم. طيب حتى في عالم السينما والتلفزيون دكتور دافري، يعني كثر الحديث عن القيمة النوعية للنص الدرامي كذلك، يعني الذي وصف بالركيك وأنه لا يخدم الجانب الإبداعي، هل هذا ينطبق اليوم على المسرح سي عبد الحق؟ تماما، لأن مازال السينمائيين من احنا في جمعية الفن السابع في 76 درنا لقاء في معمورة ورشة كيف تكتب السيناريو، وجبنا روائيين من المغرب، كانت خنا تبنونا ودريس خوري وجا مجموعة ديال الأسماء جاوا باش يتعلموا كيفاش، لأن عندنا كتاب رواية ما كيعرفوش الحيل والتقنيات ديال
المجال ديال السينما او التلفزيون. نعم. وعندنا ناس خبراء في الاخراج وفي الاضاءه وفي غيرها، ولكن بعاد كل البعد على كتابه السيناريو. فكيفاش قلنا نقدروا ناخذوا من هنا ومن هنا ونخلقوا واحد الجيل جديد، لان نقط مازال السينمائيين دابا انتبهوا لهذه المساله. نعم. جميع المهرجانات السينمائيه كاين واحد تيدير واحد التقرير في الاخير كيقولوا ركزت اللجنه ان لاحظت انه هناك نقص كبير في مجال السيناريو. هو كل شيء هو في مستوى السيناريو، هو اللي كيعطي الالهام للمخرج وكيعطي الراحه للممثلين والممثلات. الا عندك سيناريو جميل يا اخي كتولي كتطير في البلاطو او امام الخشبه. طيب السؤال الاخر، لماذا لا يكون هناك تكوين لكتاب سيناريو؟ اولا خص ماشي غير تكوين، يعني هو نديروا ورشه ولا هذا، يعني دراسه الصناعه، صناعه سينمائيه. طيب. طيب وحتى دراسه صناعة. اصول التاليف. نعم. هو فقط. نعم. استاذ حسام، هو انه الان حاليا لو نظرنا الى التلفزيون المغربي مثلا. نعم. سنجد عدد كبير من الاعمال المسلسلات. نعم. التي يكتبها كتاب سيناريو موجودون في المغرب، تبقى على مستوى اعطاء احكام قيمه، وعلى هذه السيناريوهات هي. نعم. التي تبقى نسبيه. بالنسبة للسي عبد الحق فهو اشتغل في التلفزيون، له شخصية يعرف بها حتى في الشارع، ملي كيكون دايز كيسميوها مشموع. بمعنى أنه بإمكان لسيناريوهات أن تؤثر على الذاكرة ديال الجمهور، صحيح أم لا؟ هنا أنا في هذاك العمل كنت مجرد ممثل، ما مخرج ما منتج ما كاتب، ولكن بدك الغيرة وبدك الحب. المسلسل اللي شاركوا فيه كل الممثلين والممثلات، صافي كل لطيفة أحرار في بدايته، كل شيء، الخياري، بكر، العاجل، فولان، الراحل محمد الكغاط، الراحل محمد الكغاط، وطبعا كلهم كل شيء. ومع ذلك. نعم. أنا دخلت لهذاك المشروع بروح مختلفة، غيرت السمية ديالي، ما كان سميتي إبراهيم، رديت راسي سميتي المشموم. غيرت الحوار، غيرت المشاهد اللي أنا عندي كلها، أعدت الكتابة ديالها طبعا بتوافق مع السي محمد كغاط، ومع وكذلك كانوا عاطيني حميد بناني هاد الصلاحية، عطاوها لي يعني ماشي، وأنا قلت لهم فقط المشاهد اللي أنا فيها. نعم. بمعنى أنه هناك سيناريوهات يمكن أن تؤثر. ما تعطات، شوف. طيب. ما بيني وبينك. كاين واحد حساب آخر، يعني دابا شحال من واحد هو منتج بغى يولي مخرج، منتج ولا مخرج بغى يولي كاتب، فيها جانب المصلحه الماديه. بمعنى انا علاش زعما مالي ما نعرفش نكتب، يعني هذه اعتبارات ماديه. طبعا كتولي فيها كاين ماشي كل شيء. ولكن طيب بالنسبه للكتابه المسرحيه سي عبد الحق، يعني اليوم معظم الكتابات مستوحاه من نصوص ادبيه وروايات، يعني بعيده عن واقعنا اليومي، لماذا لا يعتمد مثلا كتاب السيناريو على اشياء واقعيه تلامس حياتنا اليوميه؟ عندنا جرائد كيهضروا يوميا على ما هو يومي يا استاذي، ولكن حتى الفن له تاثير. لا. كذلك لا. على المشاهد، على الحضور، على المتلقي. ولكن الى نزلتي لهذه الملاحظه اللي شرتي في السؤال ديالك. نعم. راك ما تولي كدير داك المسرح الشعبوي بالمفهوم المبتذل. انا نقول لك يعني الواقعي طيب، خلي كل ثلاث نصوص مثلا ادبيه تعتمد على الروايات السطحيه، غطي السطحيه. طيب خلي نص واحد مثلا بين كل ثلاث نصوص ولا اربع نصوص يلامس الواقع. كاين الناس كيديروا هذا المسرح، سماوه المسرح التجاري، مسرح الشباك، مسرح الشعب، مسرح كذا، الله يعاونهم، ورايج داك الشيء مربح. ولكن احنا كنهضروا على المسرح. نعم. هل تعتبر مسرحك كمسرحا نخبويا؟ لا والله لا اصنفه. انا مع صعب عمري صبت مشكل مع جميع الفئات المكونه للجمهور في قبالتي. كيكون عندي واحد عنده 70 سنه، وواحد عنده 10 سنين، واحد دكتور، وواحد ما كيعرفش يكتب سميتو، واحد يساري، وواحد متطرف في جهه اخرى. يعني وما عمري ومهمتي انا بوحدي فوق الخشبه انني نسهر هذاك الشيء كامل، نحول ذاك الجمهور الى شخص واحد. انا ما عمري واجهني هذا المشكل، ولكن نخرج من ذاتي ونجاوب بصفه عامه. نعم. صعيب ارضاء الاذواق كلها. وسنتوقف مع كذلك مقتطفات من ابداعاتك على خشبه المسرح سي عبد الحق، وهذه المره مقطع من مسرحيه بودهوار للفنان عبد الحق الزرواني. قلت لي ياك احمرون ياك أنا نسيت أنني سيدك ومولاك، تورعت مني خمسة ونحن في محنة وعلى سفر، هجرت السقيفة
وتهت أبعد ما يطول النظر. مرارا رأيتك تكعرط في الفيافي أما خشيت الخطأ؟ نفرت الآبار والسواقي وصرت تشرب قطر الندى وماء المطر. تغازل الحمارات الحسان وتستظل بين الشعاب وتحت الشجر، وتأتي على ما تبقى في العصا من فقوس ولفت وجزر. إذن كنا مع هذا المقطع من إحدى إبداعات الفنان سي عبد الحق، يعني دكتور دفري، المونودراما على خشبة المسرح، يعني مش أي واحد ممكن أنه يوصل هذه الرسالة الفنية بهذا الشكل اللي يشتغل عليه سي عبد الحق. نعم، هي كاريزما، هي أداء، هي قوة على التأثير، هي تقنيات من أجل الدخول في الموضوع دون الخروج عن دائرة الإبداع. وفي هذا الإطار أنا فقط دائما أتساءل مع نفسي، لأنني أشعر كأن الأستاذ سي عبد الحق الزروالي اللي هو يأمن يعتد بنفسه على أساس أنه ممسك بتلابيب المسرح هو لوحده. نعم. ألا يعتبر بأن هناك آخر، بأن هناك آخرين يمكن أن يقارعوه في هذا المجال ديال المسرح؟ تفضلوا. أعطيني اللي عندك. لا، اللي بداوا هذه التجربة المونودراما، الله يرحمكم بزاف، الله يرحم السي الطيب، 65 نقشة. ماشي أنا، نبيل الحلو، الله يتمنى له الاستمرارية والصحة والسلامة. الراحل محمد حسين حوري، شفيق الصحيمي، دار حميدو، حوري حسين، الشداتي الله يرحمه الزيارة، الكغاط الله يرحمه دار بشار الخير. إذن أنا ما غير ما عرفش علاش توريا جبران تيموت الزغنانة. تيموت الزغنانة، اسمح لي، الزغنانة خصني نتفكر هو الأول. ف يعني ما فهمتش واحد العدد اللي دخلوا لهذه التجربة وتقاسوا، لان تقاسوا مولا يعني ما جاء هذا المونودراما مولاها لا يسلم. لا بصح، يعني ماشي بداك المفهوم ديال يعني لازم يكون عندك نفس طويل مشان تمشي في هذا، يصبح مسكونا. اقوى من نفس طويل، ومن لان يعني ما كتبقاش عندك حدود مع الشخصيات والمضامين اللي تناولتي في هذه الاعمال، خصوصا ملي كتولي عندك 30 اكثر من 30 مونودراما، ودوك الشخصيات كل عمل كيخلي شي اثر فيك. ومن بعد النتيجه هي انك انت كتفقد نفسك، وكتصبح انت واحد العش ديال الشخصيات والاحداث والازمنه وكذا مختلفه، فكتلف يعني راه مشكله كبيره. اذا نرجع للسؤال ديالك ببساطه. نعم، انا مشكلتي هي ما صبتش مع من تنافس دابا. ما كاينش تنافس، لان بدون منافسه هو راه يحكيها من واقع خاص. يعني سي عبد الحق الزروالي واثق من نفسه، واثق من الشيء اللي راه يقولوا. اعطيني منافسين مشان نعطيك انا. كانوا 20 واحد دابا، وانت كنقول له هذاك. اذا فتجد نفسك وحدك تصول وتجول. نوجه نداء لدكتور دفري، انه الناس اللي راهم في هذا المجال اجوا تنافسوا مع سي عبد الحق. راه ماشي الصعيد المغربي، في الوطن العربي واحد العدد داروا مشاو مسكنوا. لا لا، مليح هذا النداء، مليح. نصل الان مشاهدينا الى فقره في الصميم، راي واجوبه سريعه ووجيزه على عدد من الكلمات. سي عبد الحق، المسرح المغربي اليوم. إشارات إيجابية تحتاج إلى بعض الوقت لكي تنتج أو تعطي ثمارها. طيب، المسرح المتنقل أين هو؟ ودابا ما بقيناش عارفين واش الجمهور خصو يمشي للمسرح ولا المسرح خصو يمشي للجمهور. ولكن مليح انه ناخذوا المسرح للجمهور كذا. راه عندنا جامع الفنا، راه هذاك هو المسرح المتنقل. طيب، الغاية تبرر الوسيلة، يعني هل هي صائبة دائما؟ ايوا، لكل امرئ ما نوى. اذا كنت باغي عشق الابداع هذا موضوع، اذا كنت باغي الشهره وباغي الفلوس هذا موضوع اخر. يقولون الصديق وقت الضيق، كاين هذا الطينه من الناس اليوم؟ ما نقدروش نكونوا متشائمين بزاف، ولكن بالفسيله والقنديل الا بغيتي 1% غتصيبو. صعيب. سي عبد الحق، رايك في الزواج؟ انا قلت عاودهولي. قلت هو أسوأ انواع العبوديه. طيب، هذا الراي لا يقلق المتزوجين ويخيف المقبلين على الزواج برايك؟ انا قلت رايي، ورايي غير ملزم للاخرين. غير ملزم، لكن هذا الموضوع راه حساس، اجتماعي حساس. ايوا يعني. شوف، سير المحاكم وتعمق ديال الدراسه على المجتمع، وشوف طيب نسبه الطلاق ونسبه المشاكل المترتبه، وغتعرف واش انا على صواب او على خطا. طيب، بكلمه عبد الحق الزروالي الفنان،
حاجة واحدة ما متفقش معها عبد الحق الزرواري أنا. نعم. هي أنه فكر في كل شيء ونسى أنه يفكر في راسه. طيب سؤال أخير. أنا سأبلغه ملاحظة تثار بخصوص عروضه المسرحية، أنه أحيانا تدخل في شجار لفظي مع الجمهور. هل هذا من الضروري؟ هذيك هي أنا ما كنبغيش الجمهور يكون مجرد أكياس كنعمرها بداك الشيء اللي أنا، باغي الجمهور يكون معايا، كنستفز الجمهور باش نجرو لعندي، ولكن بتحكم كبير ودو ما كاينش كوفير، ما كاينش ورقة صفراء ولا الحمراء. فدائما علاقتي بالجمهور طيبة حتى في حالة الاستفزاز والتضاد. طيب وأنت راضي على عبد الحق الزروالي كإنسان؟ أيوة أنا عندي واحد البيت شعري كنقول فيه ديوان نشوة البوح ديالي، لا أخاف إلا من نفسي ولا أرتاح إلا أمام المرآة. ونحن لا نرتاح إلا من خلال مشاهدة أعمالك الإبداعية. نعتز بك سي عبد الحق الزروالي إنسانا وفنانا، ونتمنى لك كذلك دوام الاستمرارية وهذا الإبداع، وأن تتحفنا أكثر وأكثر إن شاء الله. شكرا أستاذ حسام، شرفتيني بالحضور ديال الأستاذ ضفيري. أنا اللي كنشكركم على الجهودات اللي كديروا، لأن الثقافة عموما والمسرح بدون دعم إعلامي بحال القناة ديالكم بحال هاد البرامج هذه ما يمكنش يحقق ذاك الهدفية ديالو اللي هي هدفية مشتركة بيننا. وهذا واجبنا. مرة أخرى أهلا وسهلا بك دائما ضيفا عزيزا على قناة ميدي أن تي في وفي مملكة الإبداع. الشكر موصول أيضا للدكتور أحمد دافري. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، إن جمالية المسرح تكمن في بساطة المنجز وارتباطه بالواقع، فلا بد من محاكاة الآخر بلغة لا تبعد عن حياتنا اليومية، ترتبط زمانا مكانا ووجدانا بالمتلقي. فدسم المسرح يبقى في نصه ومحتواه. وللحديث بقية. شكرا لكم لطيب المتابعة. تحية وإلى اللقاء.